إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أصوات ورواقي يعضد الألف والهمزة أريد الله قول رواقي وحا كترة همزة ألف يهمزة كترة تدريب والليلس ضع علامة صواب علامة صحة وحدك بجانب الكلمة التي تسمعها كلمة أدمق الله ستدين عادتك أطخواني وكوة عشرة لقدك يسنيه ثم انطق الكلمتين دبادنا الله بضع أري أدوك كل واق زار يزار ومن ألف لي من همز شان يشان فار يفأر لام يلأم فتاء يفتاء سبا يا سبا سبا او سين يا سبا هدنا قراء يا قراء ترى يا ترى درا درا اريضا كدوا اي كجرتو قارن الفتو قارن همزتو ملاحظه نحويه وديب ايجد اما وا افيرسي يا جليعيه دايما لو سمينايو او حق النحوه لا خريده الفعل ايان كهدلينا oo aynu ku sameeyneynaa halkan dib u eegis ama u fiirsi almaadi mid waa maadi waa wax tagay alhaadir midna waa haadir oo waa ka mudari'a layla almustaqbal midna waa mustaqbal mustaqbalkaasina waxa weeye waa mudari'a oo soo socdo labada macnaba isaga leh hadatha yaani waxa weeye waxaasi uu dhacay yahduthu uu dhacaya sayahduthu uu dhici doona marka mustaqbalka waxa la yiraahdaa waa sawfa oo zaaid alhaadir ficilkii haadirka ahaa lagu daray yusaawi almustaqbal bu markaa noqdaa tanaawala uu qaatay midalan dawadi iyo tanaawal uu qaadanaya saya tanaawal uu qaadan doona marka uu qaadanaya marka la leeyahay waa marka uu socdo liqitaanka ama imka dadka qaraa uu aqriyay يقرأ وأقرأ عرب كوكوها ياوي سيقرأ وأقرأ دونا أو بلاب دونا ولي لما قارن حاول ويسكودي يحاول ويسكودي أو حسكودي أو حائن قبطه سيحاول ويسكودي دونا استطاع أود بو يشو كري أو أحد ماضي يستطيع كري أو أحتاج سيستطيع كري دونا أو أحسو صعود مارس أو قبطه شقضا يمارس أو قبنا يقعنتو كوهيا سيمارسه قبن دونا فعله سمي يفعله امكو سمينيا سيفعله سمين دونا قابل يعني هو لكل مي يقابله لكل مي امكو مثلا هو لجوغا سيقابله لكل مي دونا مركز سدح ذا اي او قيب سما فعلك قيبه سدح ذا ساك كمدا مركز تدريب والليلس اختر الفعل المناسب waxa doorataa ficilka ku haboon mimma bayna qawsayn saddexda ficil ee ku jira qawsaynka oo mid tagay iyo mid socda imkiyo mid soo socda ah ka meesha banaan ku haboon adigu xulo kama fil misal sadu salaahan ku qoran waxa halkaa imku qoray akhiisa yusaafiru qadan ila makkah walaalkay wuxuu u safri doonaa bari makkah u safri doonaa saddex baa ku jira saafar yusaafiru say yusaafiru dabadna say yusaafiru buu soo qaatay kuwa dambana uu baneeyay اثنين أخي الآن إلى مكة تبوك وقري مركا واحد نيسا أخي يسافر وصعد عليا الآن إمك إلى مكة مكوك عيا ثلاثة أخي أمس إلى مكة تبوك وقري هذا بس تحلالك كقرن واحد سوق هذا نيسا أخي سافر أمس شلبه أم ببحي أو صعد علي إلى مكة تمكة أربعة واحد كقرن هدى الكتاب قبل يومين أي هالك كقرن مركا واحد هذا نيسا قرأت ما دام قبل يومين كوتالو يا أمسي هدى قرأت الكتابة
هود الكتاب قوي أغردي قبل يومين لبا مال موت كهر هود الكتاب الآن باكو قرن قرأ تقرأ وستقرأ ساسا حق دمكو طال كدحات قادن إيسا هود تقرأ الكتاب هود الكتاب كي أخري إيسا الآن إمك هود باكو قرن الكتاب بعد غد مرغوا حكو قرن قرأ تقرأ وستقرأ تدمات قادن إيسا هود ستقرأ وأغري دونتا الكتاب كتاب كي أغري دونتا بعد غد برهد بديت بأخري دونتا إما كان هو يفهم المسموع شيء اللي دقيستين اللي فهمه أو اللي قرته تبعد نوحو كل استمع إلى النص هذا اللي دقيسه ثم اختر واحد حلطة دورتها الجواب الصحيحة جواب علينت الصحيحة الدورة مركا واحد كو دورة نسانة ومحي بوضع دائرة قوبة أياب دقيسة حول حرف المناسب حرف كوهبون جواب الصحيحة أياد قوبة قلنسة شعرت فاطمة فاطمة واحد درينتي بآلام بيد درينتي حنون بيد درينتي بآلام مركا كل هذي بآلام لبحر كلا يضحي واحد نقاضنين شديدة يعني حنون آدو أدك أي مثلا أي درينتي ويا مريض سكري محاها قف كان بكاء معانك قبا يتبع الحمية وهو الراعية حمية إس حمينتي إس إلالنت وألف بعض يمارس الرياضة وهو قبانيا جمع السبو سمينيا جيم يتبع الحمية ويمارس الرياضة وهو إسكدريا إنو حمية اللي يمادو جمع سنة سمينيا يصعد يا مارتي شقاينو قبطو كاتشيم كا قوبد لقلنيا labadaba uu u baahan yahay inuu isxameeyo isla markaa qabto jimicsana sameeyo saddex dahabad faatimo ila tabiib faatimo waxa u tagtay dhaqtarka u tagtay baa lagu alif waxa kullu 10 sanawaat 10 sano bamar ba baada 10 sanawaat 10 sano kadib jim qabla 10 sanawaat 10 sano ka hor dabeedna jim kaad qaadanaysa ilaa ficilku waa maadi dahabad faatimo فاطمة حاولت إلى الطبيب قبل 10 سنوات طبعا سنة كهر بي أتقت إلى أخترك إلى الطبيبة وي إلى الطبيبة أخترتها أي أتقت أربعة فاطمة الآن مركا فاطمة فاطمة الآن إمك ألف تقابل الطبيبة وحا أي قابل إساي لتشوكتا أخترتها باء لا تقابل الطبيبة ما قابل يسوع أما الله ما كل ما يسوع دخترد جيم تنام كثيرا إن بدن أي ساحتا مركا وحينو قادن كرنا لا تقابل الطبيبة لما كل ما يسوع إمك وحينو نري طبعا سنكهر أي لك ولنتي هذه تقابل الطبيبة تلقى تلقى بضوا صحبه يكون قولنا سلا بضوا حاضر ومن نوى مثبت من نوى منفيون لكن لا تقابل الطبيبة فاطمة الآن لا تقابل الطبيبة إمك الله ما تشوكته أما الله ما كل ما يسمى مرتين باخترد خمسة أعطت الطبيبة فاطمة ورقة فيها أنواع أعطت وحي سيسي الطبيبة اخترد فاطمة فاطمة ورقة ورقد فيها أنواع أي كقريه النوعية ألف الأدوية أنواع الأدوية أما الطعام والشراب وبعضها أما الجيم الحمية والرياضة واضح لنا أنواع الأدوية بالأرنية ورقضة يقول قرنتها هي نوعية الدودو ووحن نقوبة قلنا إنها كالف كأه تكلم هذا البوها دانكوري تدريب أول أما تدريب واحد ليلس كوباد ماذا يفعل كل واحد محوص مين يا قف ولبا نشاط ثنائي واشق لبارأة ولوقف أي إسوي دارسنا يانا كجواب يانا كهالليان واحد شخص يشعر بآلام شديدة قفك دريمية حنون أدق في المعدة علوشك دريمية محوظ صمينية اثنين شخص مريض بالسكري محوظ صمينية قفك حنونك معانك قبا ثلاثة شخص مريض بالبدانة محوظ صمينية قفك بكاء عذر كيسو يهي هلب يميزان تنقافهون قبا أربعة شخص نحيف جدا قف آد سنقول لوبانو تاقدرا كاسنا محوظ صمينية خمسة شخص يريد أن يكون صحيحا محوصة مينيا قف دوني قف عافمات قبل نقضه جوابها هذه
ayaa marka waa nashaad lagu leeyno dareeyo tadriib itniin waxa weeye kana layriska labaad qaarin bayna suuratayn isbarbardhig labadan sawir oo ninka buuran iyo ninka dhuban ah nashaadun funaayni mikana weeyaan oo yacni ka waran buu leeyahay laba qof baa marka iswaydaarsanaya ku sheekaysanaya tabaadal wasf suuratayn waxaad iswaydaarsataan idinkoo labadan sawir tilmaamaya maca zamiilika adiga saaxiibka labadan sawir ka sheekeeya ee midna uu yahay ninka buuran midna ninka dhuuban yacni se u kala wanaagsan yihiin iyo waxa ay maaratay wixii aanu soo marnay asixatu bayna almaadi walxaadir iminka waxaan ka sheekeynaynaa caafimaadka siduu imik berigii hore ahaa iyo siduu iminka yahay oo macnaheedu yahay dadku waxay berigii hore u yaqaaneen caafimaad qabka iyo waxay dadku iminka u yaqaaneen caafimaad qabka tahyi'a waa diyaar garow buu ku yidhi fakir fi lijaaba horta jawaabta ka fikir aad ka jawaab celinayso can ilasilati taaliya su-aalahan soo socda waaxid su-aasha kood waxa weeye man yatanaawalu acaaman kahiiran kumaa qaata cunto badan annaxiifu ma ninka dhuuban baa cunto badan qaata ama samiinu mise qofka buuran ee hilib kale itniin maadaa tufadil maxaad adigu door bidaysaad jeceshahay addajaaj ma digaagaad jeceshay hilibka digaaga ama samak ma hilibka kalluunka ama laxma mise hilibka cas hilibka cas waxaa dhahaa ka xoolaha iyo ugaadhi iyo xilamidka ma kuwaasaad door bidaysaa limaada kaa dooratay maxaad ku dooratay mid walba saasaa lagu weydiinaya talaata hal yadcuu alislaamu ila lakli lkahiir hal yadcuu ma wuxuu ku baaqayaa alislaamu diinta islaamku ila lakli lkahiir in cuntada la badiyo miyuu ku baaqayaa waa maya arbaca man aladii yunsaxu bilxamiya qofka loogu lagula talinayo yunsaxu lagula talinayo bilxamiyati inuu isxameeyo is ilaaliyo ma waxa weeye am assamiinu ma qofka buuran ba ami naxiifu mise qofka dhuuban baa lagula talaya inuu islaaliyo dee waa qofka buuran baa assamiin buu noqonaya kaanat calaamatu sixati haddaba wakaa siduu uga waramaya sidii hore kaanat waxay ahaan jirtay calaamatu sixati sumadda lagu gartiyo sawraca lagu yaqaan caafimaadka filmaadi berigii hore ay dadku u yaqaaneen an yakuuna alinsaanu qofku inuu yahay samiinan qof xoog leh oo hilib leh qof buuran hadday arkaan waxay u yaqaaneen qofkaasi inuu caafimaad qabo berigii hore kasiira laxmi oo hilib badan washaxmi xaydh iyo baruur badan falinsaanu dadka qofka falinsaanu qofka asamiinu shilisi ama hilib kelihi huwa saxiix wuxuu ahaan jiray berigii hore oo loo yaqaanay qofka caafimaad qaba walinsaanu qofka annaxiifu aada u dhuubani huwa isagu wuxuu ahaa say dadku u yaqaaneen almariidu qofka hadday arkaan qof dhuuban qof cudur hayo uunbay u qaadan jireen oo cudur la yacni la godan wa kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen yaakuluuna kasiiran wax badan bay cuni jireen idaa wajaduu adacaam hadday cunto helaanna way ka ceelbixi jireen in alla intii ay cuni karaan oo waxay odhan jireen wixii nool baa ku nooleeya dabeedna cuntada intay qaadan karaanba way ka qaadan jireen inkastoo cuntada beryaha hore ay yaraydba oo markaa hore maad iyo mudaaricba loo cunayay wa kaana rijaalu raggu waxay ahaan jireen yufadiluuna waxay door bidi jireen azawaaja guurka ay guursanayaan bilmar'ati samiinati gabadha hilib kale ayay jeclaan jireen oo gabadha dhuuban may xiisayn jirin walaa yuxibuuna manay jeclayn azawaaja inay guursadaan bilmar'ati naxiifati gabadh taag daran oo weyd ah taqadama hadda waxa horumar sameeyey imika adibu caafimaadkii iyo cilmiga caafimaadka horumar sameeyey kahiiran in fara badan alaana imika wadahara waxaa soo baxday anna hunaaka halkaa inuu jiro yacni xagga caafimaadka marka la eegayo amraadan cudurro tusiibu ku dhacda ashaksa samiin shaksiga buuran cudurro u gaara baa jiro ku badan dadka buuran wa hiya amraadun waana cudurro khatiiratun halis ah mithlu amraadi alqalbi baa ka mid a cudurrada wadnaha wasukariyi xanuunka macaanka wa daqdi dami dhiikarka kuwaasoo dhammi waxay ku badayna cudurro adagihi dadka aada u hilibka badan laqad asbaxat waxay noqotay albadaanatu jir weynaantu badaana soo badan maaha jirka qofkoo weyn iyo buurnaantu waxay noqotay alyowma maanta oo loo yaqaanaa calaamatan tilmaan iyo sumad lagu soo sooco calalmaradi cudur inuu qofka cudur qabaaba imika loo yaqaanaa xagga dhakhaatiirta iyo xagga wa akhada annaasu dadku waxay bilaabeen yatabicuuna inay raacaan alxamyata inay isxamaynta raacaan oo xagga cuntada lafteeda dadku iminka way isxameeyaan
ووايس إلاليان حمينتو وايس إلالين فيتناولون وحي عنان طعاما عنطا قليلا ير حمدي بي كمتاي عنطير او نفقالي او يكون ولان كراب بي عنان هده هليان ويبتعدون وحي كفو قادان عن السكريات وحيابها مع معان كي حلوذها ايو وحاس وكالي ويكفو قادان والدهون ويكفو قادان وحيابها الدفنك ايو الدحدة سصبق ايو برورت ايو حلمتك انا ويسكر دوران ايو النشويات وحيابها حق التمرت اهي تمرت بضان لهي sida maarti ka yahay carbohydrates waxa la yiraahdaa bariiska iyo baastada iyo waxa noocaasna way iska ilaaliyaan dadku imka waasbaha waxay noqdeen ala dibaaw dhaqaatirtu yahadiruna way uga digaan annaasa dadka min at-ta'amil abyad cuntada cadaanka ah cuntada cadaanka inta badan waxa looga jeedaa cuntada aan buushaha lahayn ee maaraytay aan baalka lahayn ayaa ay u jeedaan wal xaliiba iyo caanaha kaamila dasmi ee dufankeedii subageedu dhamaystiran yaan laga saarin burcadkii iyo subaga aan laga saarin subagooda qaba in aan la batinin bay ka digaan qaayilina waxay lahadaan ibtaciid ka fogow cani sukari horta sokorta ka fogow bay lahadaan dac dhig qaliilan in yar ku dar oo minhu sonkorta kamida fitcaami cuntada in yar ku dar bay lahadaan laa taakulu lkhubza alabyad rootida cadaanka aha cunin rootida cadaanka waxa weeye waa rootida aan lahayn baalkeeda aan lahayn buusaha lahayn تم دقيق بعضه هاي عون بيد هذان كل الخبز الأسمر تعاولن عن مارتي أنا عضان هين أبو شيء دي بال كيد لي لا تأكل الأرز الأبيض بريسك عض ها عونين هذه شر بال كلاج قاضي مارت هذو دون الصميس كأه أنا أصلي بقى هين كل الأرز الأسمر كم عاولن عن أسمر بال كيسي يبو شيء سلي dabeeciga ah waasbaha waxay noqdeen annaasu dadku yatabicuuna waxay raacaan imika alxamyata isxamaynta xagga cuntada lafteeda fayaakuluna waxay cunaan qaliilan in yar oo min alaxmi alaxmar hilibka cas waxay ka cunaan in yar haddii hilib cas la yidhaaha waa hilibka xoolaha ama ari ama geel ama ugaadh wax lamid ha noqdo hilibka cad haddii la yidhahdana waa kalluunka iyo digaagga iyo shimbiraha hilibkooda alaxmu alabyad walbayda iyo beedkana in yar bay ka cunaan baydi beedka lafti in yar bay ka cunaan jirka in yar u baahan way tanaawulan waxay qaataan kasira mina samak in badan oo ka mid a kalluunka wadajaaji digaagga walkhudrawaati waxyaabaha khudrawaadka ah ee sida basasha iyo baradhada iyo wixii dheriga lagu rido walfawaakihi iyo fawaakihda oo kuwaas waxba ma yeelaan caafimaadka wax badan ma yeelaan inay wax u taraan baa la arkaa haddii ay yihiin bay leeyihiin digaagga iyo kalluunka waa hilibka cad kuwaas iyo khudrawaadka iyo fawaakihda fawaakihdu marka iyadu waxa weeye waa fruitiskii oo waa kuwaan dheeriga ku dhaceen sida cambaha iyo muuska iyo wax caynkaasee sidiisa lagu cuno nahaa wuu diiday alislaamu islaamku wuxuu diiday canil israafi in lagu talax tago oo la badsado fidcaami cuntada in aada loo badsado si xadgudba waa xadaafa lianna alakla alkahiira cuntada aadka u badani yaduru linsaana qofka wuu dhibaa qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi wakuluu washrabuu cuna oo cabba walaa tusrifuu ha xadgudbina innahu laa yuxibu almusrifiin ilaahay ma jecla kuwa xadgudubka sameeya wax kastaba xadkiisa dhaafiya iyo xeerka uu leeyahay markaa cunto xadkeedii la dhaafiyaha cunina ee oo baahidii jirka wax ka badan jirka la siiyey intuu u baahan yahay uun ku ekaada wa qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi maa mala'a ma buuxiyo ma buuxinin aadamiyun qof aadamiihi wicaa'an weel sharan ka xun min badnihi calooshiisa iyo qaaxadiisa bixasbi ibni aadam ibni aadamka waxaa ku filan akalaatun cuntooyin iyo cantoobooyin yuqibna sulbahu dhabarkiisa qotomiya oo gaajada ka ilaaliya nafaqadaradana ka dhowra jirkiisana gaajada ka dhowra nafaqada u baahan yahayna siiya fa in kaana laa maxaalata haddii ay tahay lagama maarmaan inuu dhergo caloosha buuxiyo fa thuluthun litacaamihi caloosha saddexa u qaybiyo saddex meelood oo meel cuntada ha ku rido wa thuluthun lisharaabihi saddex meelood oo meel ah sharaabka ha ku shubo
وثلث لنفسه صدح مرضه ميلا حبا نيسي وغر نفسه نفت وقت عنتد قبته او مارتي او ستشينتو دا عنتد قبيسة هدو قفو يقادون وايو هقاقمو دا اين واحد خطر قلو او عافمات كيس بخطر قلو ايا لغايا هدا عروسو بحيلان طبع دا انا قيب بناني دا وين اترتاب استيعاب ومعنه يعني استيعاب وين قفو معنه قود وفهمه او كابه او فهمه تدريب واحد ليس كوبات ضع علامة الصح علامة الصح واحد اكتار امام العبارة هذا الكهورتي سكقر تحت كلمة الماضي كلمة الماضي هل كيدا تكهوس قريسا او الان اما هل كان الان كقرن تيبات كقريسا كما فهمت ساد قرتي مما قرأت وحي أتصو أخر دي واحد كفهمتي أياد إريادة أما هذا الكهال كان كقرن عبارة دو هذا الكهال كان كقرن أياد وحي صحة صحيسة وحي قلد نوات قلد ديسة وحي صحبات صحيسة واحد كقريسة وحي مادية واحد كقريسة مادية كقريسة هل كقو بيغن ككرل واحد كقريسة الآن بعد كوس قريسة تصارهان واحد الإنسان النحيف هو الصحيح قفك روبني وقفك فيو هل كأمك صحبة قريسة الله إنك كوباد ما دقت كوس قريسة سيدا إمك الله يقان ما الآن بعد كوس الآن بعد كوس واسيدا إمك الله يقان بريجه راء وح الله يقاني وح الله يقاني قفك بورم بينو عفنت قبل الله يقان إمك محوك الإنسان نحيف هو صحيح قفك روبني وقفك عافمات كقبا والآن بدت هلك ستحيسة تكرنسة وسيلم كلوية قانة البدانة علامة المرض بورنانت إيه تدوينانتو وأستانتا عذرك لين كلابات كور قرنت بدت كقرنسة الماضي هلك الماضي بدت كقرنسة وحن تجد إين الآن بدت يدل كقرنسة إما كايدنا لوية قانة الآن بدت كقرنسة صحيسة سيد إما كلوية قانة بوحي تهي إنه قفك بورن عذر اللي هي بريجه روح لوية قانة قفك بورين في يويا المرأة النحيفة كبرد روبان مريضة وي بختا هل كان مادقة كوس قولي سالين كان كوبيغن وبرغو رسالو يقاني يتناول الناس طعاما كثيرا تدكو عن طبضا بوعنا لين كيدا مادقة كوقوليسا واسيد برغو تدكو هانشري يبتعد الناس تدكو يكفو قادان او اسكيل عليان عن الدهون وحي الدحدة اساس صبق ضرورة يوحي لمدكا لين كا واحد كوقوليسا كوبيغن الآن إما كي يسكي إلى الآن ضدك ده نسا صادوك على صحيسا تدريب ثاني ضع علامة الصح علامة الصح ده واحد اكتا بجانب الفكرة ترضى إيا فكرك لين عيسى الرئيسة إيا أقومهم سن في كل فقرة في كل فقرة إنك هذا الك اسكحر مرة فقرة وحقاق فقرة كستا وكلمة ده عينو صومر ناك كمد هذا الك عينو صومر ناكو جرى fikradda ugu muhiimsan ee uu xambaarsan yahay hadalka koobani fikradu waa hadal kooban oo isku xiran hadalka fikrada ah ee tuduca ah ee isku xiran macnaha ugu muhiimsan ee ku jira ayaa taxgareynaysa fil fikrada ula tuduca u horeeya hiye waxa weeye alif yufadilu rijalu ragu waxa ay door bidaan horta al fikratu ar-ra'isatu buu ku qoray fikradda ugu muhiimsan ee meesha ku jirta fil fikrada ula hadwa fikrada hore او هر رئيس هذا الكائن صوم الرئيس كانت علامة الصحة تبا اي كتيرين هي وحوهي الف يفضل الرجال رقو وحا اي دور بدانو يتعليهن المرأة السمينة قبرد هلب كبادا اي بورن بيتعليهن اتنين اما مبا الانسان السمين افضل من النحيف قفك بورن ايا كون اكسا قفك روبا كان الناس dadku waxa ahaan jireen yaa kuluna kaseeran wax badan bay cunay jireen saddexda qodob ee halka kuugu qoran fikradda ugu muhiimsan ee xambaarsan tahay baad calaamadinaysa marka fikradda ugu muhiimsan waxa weeye waa sidii barigi hore al insaanu samiinu afdalu min an-nahif ayaa markii hore loo yaqaanay dabeedna cuntada badanna isaga keenaya guurka gabadha buuranna isaga ay ku hoos tirtaa labada qof ma qofka buuran baa wanaagsan oo la jecel yahay oo waxtar leh oo tayo leh oo caafimaad qaba mise qofka dhuuban qofka buuran
dabaana gabadha guurkeedana saasaa lagu dooranayay ee cuntadana saasaa loo badsanayay taas waa fikradda ugu muhiimsan ee meesha ku jirta fil fiqrati thaniyati هي البدانة علامة على المرض قيبة اللباد في الفقرة الثانية قيبة اللباد هي وما هي داس يدو الفكرة الرئيسة فكرة أقوم مهم سنة ميشة كجرتها وحوية ألف البدانة علامة على المرض عذركو وحو علامة بورنانت وحي علامة طه عذر با يبتعد الناس عن السكريات تدكو وحي كفو قادان وحيابها مع معانكا والدهون يدحو دي كفو قادان جيم أمراض القلب عذر هذا وضنها والسكري إيه عذر كمعانك وضغط الدم إيه ليكركو أمراض خطيرة وعذرها لسعة تابع مركا لصحية ألفتا أوه رئيسة البدانة علامة على المرض ميزانك قفكو وين هذا يتركي سؤوب بلاردا أستان وحوية عذر كتلماميسا سيدايمك الله يقان dadna sukuriyadkii buu qof ku fogaanaya oo duxdii buu ka fogaanaya oo wuxuu iska dhawraya cuduradii wadnaha iyo dhikarkii iyo xoodan dabeedna waxa soo dhanba sabab waxa uu ah inuu miisaanka qofku aad u bato marka fikradda ugu muhiimsan ee ku jirta waa taa fil fiqrati thalithati tudu'a sadaxad yuhadhiru waxay ka digaan al atibaa dhakhaatirtu waxay ka digayaan min ayay ka digeen alif maxay al-lahm wal-bayd bay ka digaan hilibka iyo beedka ba atacaam abyad bay ka digaan cuntada aan baal ka lahayn tusaalahan asukara wal khubza waxay ka digaan asukara sokorta iyo waxay ka digayaan iyo rootida ayay ka digaan lahma wal bayd ay ka digayaan atacaam al abyad bay ka digayaan asukara wal khubza bay ka digaan marka atacaam al abyad ayaa imika ugu muhiimsan waxa la iska ilaaliyo oo isaga marnaba aan waxba laga qaadan hadii la heli karo kale oo kuwan kale mid walba la yareystaa uun fil faqrati akhira tudaa u dambeeya yanha al islam islam wuxuu diidan yahay an alif al akl al qalil untada in la yareysto ba al akl al kaseer untada in la batsado jim al hamiyata is xamaynta ayuu diidan yahay baadaynu calaamadeena الأكل الكثير بو إسلام كمركا كدقية مفردات وإرأي كلمة كلمة تدريب واحد ليس كوباد سير بين الكلمتين واحد اسكوح دا لبدا كلمة دود المتضادتين اسكسو هرتشي دا واحد ميشا يالا لح إرأي إيا لح إرأي لبيا طمان إرأي والله وبردنا اسكسو هرتشي دا يتشابه بهالكا كوكو قرن واحد حريق كوكو حريسا ويسوئجيه ويانتاسي يختلف way kala duwan yihiin ayay marka ka soo horjeeda saxiixu ma halka ku qoran waxa ugu xoreysa mari uu fayow yahay weekaas oo fayo qaba mariidu uu buka ayaa lagu xoreya maradu ma halka ku qoran cudur waxa ugu xoreysa saxatun fayo qab ya caafimaad qab yaziid ba halka ku qoran waxa xariiq ugu xoreysa yanqus yaziid uu badanaya yanqus uu yaraanaya ba ka soo horjeeda samiinun waa mid hilib badan waxaad ku xulaysaa naxiif waa mid dhuuban oo taag daran oo ka soo horjeeda kathiir uu fara badan yahay waxaad xariiq ugu xulaysaa qaliil uu yar yahay oo kuwa iska soo horjeeda ee makala isla doonanaya ee macnahoodu soo kala horjeedo tadriib thani layliska labaad daa calaamada sax calaamada sax waxaad dhigtaa bijaanibi shay shayga dhinaciisa alladii shayga yunaasibu ku wanaagsan mariida sukariyi qofka qaba cudurka macaanka والضغط يقفك قبة عذرك ديكرك وعلامة صح علامة غلط خطأ تنوع علامة الصواب تنوع علامة خطأ واحد اكتايدنا بجانب الشيء الشيقة الذي شيء لا الذي لا يناسبه كأنكو هبوانين مثل السمك أو كلونك سكر أو سكرتي الخبز الأبيض روتي العبد بالك لهين دجاج دجاج ملح ملح حليب عانها دهون وحيابها الدحر يصبق يا برورته فواكه خضرها يا بيض بيض كدجاجة لحم هيلبك خضروات خضرة لكريو الخبز الأسمر يا روتيدا يعني هي عولا يا بالكي ذلا عن لهم أنت أيات قريسة ذاتك حنون ذاقبة كوفي عن تواد قريسة يو
روتي دوك كلونك اوكلي ديغاغ اوكلي فواكيه اوكلي خضرواتك اوكلي خبز الاسمر قواس واكو ان لعنو اي كوسو تليين سدا ملح دو اوكلي ايو وما فيعنا كو ديكر كديكر كلي سكرت اوكلي ومو وناغسان هلكاس كو قرنت يدونا دخد اوكلي لا بدسدو ما امانيا سدا بركن راعنو كتاب كو قرنا بيتكا ايو لحم الاحمر كقديسا ان لا يريستو ساس ادو كلين يادو قريسا ملاحظة النحوية إما كان هو ضيبو يدبو إيجد حاجة نحو هذا كصعب صن يتشلع عينه إيجينه نحو هذا حاجة إذا أقسام الكلمة كلمة عربية غيبة إذا أنت المامينا الكلمة ثلاثة أقسام كلمة سطح غيبات بأكل بحضا كلمة عربية لا قدر واقع اسم ومجع وفعل شقلة قبتي وحرف حريري لبلا إسكحرة أو معنى كده حسمية أدرس ولاحظ براء إيج اسم مقع واحد محمد وان مقعي زينب وقبل مقعيد الناس وضدك مقعيسة الوقت وحلق وقت مقع وحلق ومقع حلق ليه الماء وابيها الدجاج ودقاقة خيار ونوع خطرات كاملة فعل كوحة ويتشال سووه فريستي مارة سووه قبطي يحمل وو قاضي يفضل وحو الدور بديه يتعليه يكون وحو يهي يختلف ويكل دويهين اذهب تق تناول قاضة امعن أو فعل مركيا حرف هو واو إيا أو إيا من إيا في إيا على إيا أن إيا لم كوا سنوا حروف ده نحو التدريب والليلس ضع كلمات الصندوق واحد اكتا كلمة ده صندوق كتر واكوان ترابضا حقان كو قرن صندوق ونوا صور كهالكا لغودة جي مستطيل كه تحت الأقسام التالية قيبها صوص عبا كو خلها صقر كما في المثال ساتو صالحان هالكا اسم با كو قرن تبدنا خبز الروتية ولا هو سكري هل كان فعل ما كقرن تبدنا يس أو شقاء يسلي وتكن يا شقاء لقبنا يا أو شقاء عبادة يا هو سكرم هل كان حرف ما كقرن وو بالو هو سكري هذا بكلمة ده هنكره وحي اسمي أنا ما جع كوه سكر وحي فعل أنا فعل كوه سكر وحي حرف أنا حرف كوه سكر هذا إنه سوق هذا نتوصل أهان وإن اسمي كوه رينو جبال وابورها واحد كوه سكري سام جع سمك نوا كلونك واحد كوس قريسا مجع خبز حريق بو مري هوس كل كوران كو قري بو كليه او كو قرنا واد كو قريسا بيض وا بيدك هلك مجع اد كو قريسا وها كلي خوله وا غبر مجعيد هلك مجع اد كو قريسا رسول او رسول سو دري هلك مجع اد كوس قريسا ابن مجع اد كوس قريسا او اننا جدة أي مجعد كوس قريسا عم وأدير مجعد كوس قريسا عصر وحل أما وقت عصر كصلاة عصر وكذا واحد كوس مجعد كوس قريسا صلاة صلاة أنا مجعد كوس قريسا ومجع هذا الفعل كقادم قراءة قرن قراءة فعل كوس قريسا يشر لم يشر يشرب بعض الكوس قرن فعل كقراءة واحد كوس فعل كوس قريسا يشرب فعل كوس قريسا وعب ياوي يصلي واحد كوس قريسا سيده هرب أو قري فعل كات كوس قريسا ينام وهردا فعل كات كوس قريسا يقول وحليه هاي فعل كات كوس قريسا سافر وصعد عليه فعل كات كوس قريسا سينام وسيحن دونا فعل كات كوس قريسا هذا واحد نقطة حرفك إلى بكوسيرت يا كوسيرت حرف كات كوس قريسا ألك علي ويان كاسي سيده مغضو وضو علي يهاي اسمي قال هو سقرية عن واحد كوس قريسا حرفك لم واحد كوس قريسا حرفك من واحد كوس قريسا حرفك ووجهرو وقري أو حرفات كوس قريسا ثم حرفات كوس قريسا وعلى وكن سعلي كهر وعلي أو مجعو راعية على أنا واحد كوس قريسا أيضا حرفات كوس قريسا سداسا وكل قربو كليه أو كلا صع تعبير موجه كنوا هذا يعني وتشيدو له أو يعني تعبير موجه وتعبير أما عبر إيه شيء يحل أبور له يعني وتشيدله أو يعني توجيه يتلمان له يعني وهتلمامه يعني تدريب واحد ليس ككوبات رتب الكلمات أريد إسكوها جاتي لتصبح جملا سأل جملة ده النقطان أريدا isku hagaaji imi ku way soo yidarsayhiin jumladu macna sameeyay ha noqdaan waahid waxa weeye
halkan aan Zainabu samina tan turid taqum ba ku qoran dabadeed isku waxa tiraahda turidu Zainabu Zainabu waxay doonaysa an taquna samina tan inay noqoto gabar buuran taasa isugu habe mithlaka ash'uru bi alamin kuntu al-mu'adda saagu saagu imi karan qoran marka hadanaysa kuntu waxan aha ash'uru mid dareemaya بآلام المعدة حنون علاشة مثلك سداد أوكره سداد أوكر ثلاثة مقرنا حقو قرن الطعام من كثيرا محمد يتناول أخذ هذا بيسكو هجاتي أو واحد له هذا أخذ وهو بلابي محمد المحمد يتناول إنه قاته كثيرا وحفر بدن ومن الطعام عنطاه كل كاسة يسكو هجاتي سام halkana waxa weeye arbaa bi ba kaliya qoran al insana yusibu ba qoran al badanata bi al badanati al kathiru al aklu ba qoran dabadeed isku hagaaji jumla macna sameeyneysa ha ku noqoto oo maxaad oranaysa marka al aklu al kathiru cuntada faraha badani yusibu waxay u geysataa al insana qofku waxay ku ridaa bil badanati inuu buurnaado bararo kol haduu bararana yaani cudurada ku soo urura dabadeedna cuntada badtigeedu dhibtaasay keentaa khamsa alhamiya almarda yattabi'un asbaha buu hadana ku qoray isku hagaaji oo waxa tilahaada asbaha waxay noqdeen almarda dadkii bukay yattabi'una qaar raacaya ku dhaqmaya alhamiyata ishamaynta iyo islaalinta oo wixii loo diiday ee laga joojiyay iska daaya wixii cun leeyna qaadanaya tadriib tinin qaarin bayna qidaa innaas isbarbar dhig dadka cuntadooda fil maadi berigi hore waxay cuni jireen iyo waqadaahim waxay cunaan fil waqti haadir waqtigan imika jooga waa kuwa halkaa la soo dhigay ee sawirada la dhigay sif kula suuratin tilmaan ka bixi sawir kastaba sawirada cuntada iyo weelka halkaa iyo waxa yaala ee ku jira fi thalathi jumalin sawir walba saddex jumladood waa laba sawir oo cuntadii hore iyo cuntadii dambe kale sheegaya mid walba waa 1-3 baa lagu qoray midba saddex jumladood kaga sheekey baa lagu tadriib thani kana waa tadriib thalis walaal isir saddexaad oktub waxaad qortaa nasaaxa talooyin munaasibatan ku haboon musta'ina bis suwari adoo kaashanaya sawirada halkani waxbay tilmaamayaan dabeedna talooyin wanaagsan aadna ka bixin تدريب لا تشرب الحليب والغاق قريها عب عانها كامل الدسمي عانها سبق قود ودما يستريها يعان سبق يلا بانتا يبرعاتك لقصار ها عب بولي تدريب الرابع علامات الترقيم إما كان هو علامتها رقم كمارك لسمارك وحلا آخر أيو علامتها ترى لأنها علامات الترقيم ألف أدرس علامات الترقيم هرت واحد برا تابولي يعني علامتها رقم ك استان تا واحد لو قرتم أفر بوين برا يا مدوح النقطة مدوار دبع ولا النقطة الانتهاء وتشوكسي مدوح علامة استفهام مدوح علامة السؤال مدوح فاصلة وكما وحبيك للصعودة علامة التعجب مدوح استان تمرك لياب هذا لك هذا الرياب لما مركز لشيقيو أي علامة الرعية مركز أول حال كان قري واحد تناولت الدواء الدواء دي وانقاطي دبعا دبع بها هالكار دقي هذا الكار سوا هذا لما يسترن نقطة داسالة دقا مركز جملة داسي اسحده هذا الكو اسكس عنكر عيسكو لكن جملة داو حكتن بيا كمحد نويان اثنين من أين أشتريه من أين أشتريه كيف سوئي بسداء علامة دي سؤاشه صار ويدين ثلاثة زينب نحيفة زينب ووبنتها ومريم صمينة مريمين ويبورنتها تبدأ النقطة دي بتبدأ الضبط لغاية وفيرزو كل كهورا وحسمية فاصله وايو جملة كلاكو عطفن بعد بسعوتها جملة داسي اسمي حرين مريم زينب نحيفة ووبنتها فاصله لغاية هالكها وهو فاصلة الله لقى مركز جملة دان جملة كحرانة ايضا بسعوته ومريم سميرة
وهذا القول هذا زينب نويد وبنتهاي مريم مركا ساعت هذا الكلام ده ما ولا قرنيا تاتي هذا زينب نويد وبنتهاي وده ما ذوي عد كلا دبص عتام جرتو لكن ذات هذا زينب نويد وبنتهاي مريم نويد وبنتهاي أما ترى هذا علينا ويميت أحمد ومؤمن إيمان صاصوك عليه هذا الكمرك وحكم قيهين واحد دبص عتام جرتو واحد فاصله مركو هذا السحرية هنا أو مع هذا الكذب بصر هذا معنا كرب عضو صمينا كدوان وحر لقيا يعني نقطة الانتهاء هذا نوح قرآن أربعة سبحان الله بقرآن مكنا إله با أمانة وكلمة الله استعمال تعجبك مركض وحلا يا بنتهاي على مدى سنوات طه هوست تالا على مدى سنوات قوة إما كرا الخط وقرال أو حاجة فرتة خط النسخ خط كن نسخ إيو نص نسخ إيو رقعة إيو خط كوفي خط دبا ترقاب وحلو قرو هذا النسخ يجيب تلمامينا لاحظ واحد ايكتا هذه الحروف والحروف تن ايك او اوفيرسو التي حروف لا تنزل تحت الصدر ان صدرك هوس وغدعين واحد ترى حروف تقار صدرك اون لغو قرو دوشيسا او هوس ان حق هوس او دافان ان لو اقولي واكتبها بخط النسخ خط النسخ انا كقر سيدي لواتنك حرف عرب عربيكا الفكا يا بعض يا تاد يا صاد يا ذلك يا ذلك يا طاد يا ضاد يا فادو إن حريقا مثل قريص حريقا إن هوس مران أو قيب كم إذا هوس أي مرتلمة أو قلا هذا نوع يقول لاحظ إيج هذه الحروف حروفا التي ينزل حروف أو هوس وقدجو جزء قيب منها حروف كم ذي تحت الصدر صدر كي حريقا قريص قار إن هوس تكمرتو إن دوش على قرو واكتبها بخط النصر كقر جيم يا حاء يا خاء يا راء يا زاي يا سين يا شين يا صاد يا ضاد يا عين يا غين يا قاف يا لام يا كاف يا نون يا لام الف يا واو يا ياء انت هنا قايبنا هوستي كمرتا صد لينك لينك يا حريقة قايبنا دوشي كمرتا دبنا لينك انبا هوستو قد عبا او لينك دوشا لقموض وقرئي قايبنا دوشي كمرتا قايبنا هوستي كمرتا لينك هذا الالف لا هو يرسم مكانه استمع دقيسو ولاحظ اك الالف المقصوره الف يعني غابن الف ليله والف ريبن ان همزه كدنبين الياء مدنه وايا اك على هذه ليله الف تاسيه انه او قرنته الف المقصوره با ليله يعني وان الف اخر سكيد علي النوايا او وا مغعيسو اشترى والف و الف المقصوره و سويب سدي اشتري و سويب سني مركان يا ابو نقنين صلى فعل كي جرت و توكدي مركا و الف يصلي و توكني مركان يا ابي نقنيسا انتهى و دمادي و الف هدنا يا ابا قرن ينتهي و دمان تنتهي و دمانيسا مركا يا ابا قرن الى الف بالاخريا نقي مد نظيفه الى ضواتي حرف غايد مركا يا با اخر اسمه متا او غورما الف با اخر اسمه سوريون نرى سوريا يا با مركا انا اخر اسمه ويادي مستشفى ودكتركا ثانويون مد لباد ثانويون مركا ثانويون واه لو استعمال هذه جيل اسكول يعني قيبت لباد مركا زي كدري قال لي اوكي اما شيء ثانوي مد لباد تدريب اما كان هو ليلس حول كما في المثال وحضرك تاسات صارهن كم وقت هذا ورق جرى وعرويا مركا يجري مضارع كلك وأرديا وكاغر جيتها مركا مشاب وكوقري يمشي مضارع مشاو سعودي يمشي وصعنيا ومضارع بالكنيسة قضى وحكمي وماضي واحد كنيسة مضارع يقضي وحكمي أتى ويمت عندك كنيسة مضارع يأتي وإمانيا أعطى درى وأجادي دون أحد كنيسة محي يدري وأغانيا أعطى وبحي لأن أوسي محاط كنيسة مضارعي يعطي وسينيا أغنى يعني وكف الأرض يغني وكف الأنيا لبى وأغبري ومركز يعني مارتي تبي هذا لبيك الله لبيك اللهم لبيك يلبي وأغبري أمسى وح النقض يمسي ونقضي أم وقتي قربتها وكشلا أهدى وح أهدي يهدي وح أهدينيا مركز كان مضارعي سكين بوري
هذا قراءة حرة وأخرس مدح بنان بولا داس كأخر سنة يسو تبدأ نات كفاية دي سنة يسو اقرأ النص هرت هذا الكان أخري وحل دبادنا وحد كشقيسا تدريباته ليلي سيدة كتر كشقي في البيت قريك كسو شقي مرك هراء أدو يعني أرضيه لتناقشه سأدو غلط دوضو أو سلاء إكتان مع الزملائك في الصف صاحب هذا الصف كقول لك تا أيام مركز نمو لقيك دون تا دور دون تا وحن كجواب أو أت نقاش يدود قلين دون تا هرت مركز هذا قصو آخري لا يلشي صورنا نكسو شقي تبعنا أرضي دولة كاري بين الجرتان يان كاري وهذا أن قال لنا أو هذا الكو من أضرار التدخين مركز وحشيك يسوى عربي هنا بريا هذا نوع حياة فائدة أنا ووت المامية من أضرار التدخين dibaatooyin uu leeyahay sigaar cabid iyo qeyjinta tadxiin waa qeyjinta sigaarka intashara waxa aad u batay at tadxiin qeyjinta sigaarku iyo cabida sigaarku way badatay wa kathurat waxa iyaguna aad u batay nisbatu almudakhinin heerka ay marayaan dadka sigaarka caba fi hada alasri xilligan imka ay noolahay mimma kaasi oo yindiru wuxuu ka digaya sigaarka batay digniin buu bixinaya digniintaas waa maxay bisdiyaadil mushkilati inay badan doonaan dhibaatooyinka asxiyati ay xaq caafimaadku baynahum dadka dhaxdiisa ku badan doonaan maadaama sigaarku cabidiisu badatay faqad adharat waxay muujisay cadaysay diraasatun cilmi baarid kaseeratun farabadan oo la sameeyay oo ay sameeyeen dadka aqoonta u leh caafimaadku anna tadkhina qeyjinta sigaarku yu'arridu inuu geeyaysiyo oo u bandhigo oo ku keeno asixata caafimaadka likathiirin wax aad u fara badan oo min al-akhtaari halisa ah halisa aad u badan buu keenay sigaarka cabidiisu waanahu sababun wuxuu sigaarka cabidu sabab u yahay likathiirin min al-amraad cudurro badan oo dadku ka cabanayaan sigaarka cabidiisa dhalisa mithl amraad al-qalbi waxaa ka mid ah cudurrada wadnaha cudurro badan oo wadnaha iyo xididada xiran iyo mashaakil badan oo laga cawdo in badan sigaarka keena wasaradaan ri'a kansarka sambabka ku dhaca in badan waxa keena sigaarka cabidiisa wal iltihaab ar-ra'awi yaani waxa la infectionka xaga sambabka iyo caabuqa sambabka in badan oo kamida waxa keena muxuu aha sigaarka cabitaankiisa kama annahu yusabbibu waxa kaloo sababa ash-shaykhuukhata odaynimo iyo gabow degdegana uu kana qofka umrigiisa uu dadajiyaa isagoo noolba wayasiidu wuxuu si kordhiyaa nisbata wafiyaad tirada iyo heerka dhimashada dadka bini'aadanka qayb badan buu kordhiyaa dad badan baa u dhintay isaga saxiixun waa sax waana run maxaa runa anna kulli shay'in wax kastaaba biqadaa illaahi inuu qoraal ilaahay yahay oo wax waliba xukun ilaahay ku socdaan shaki kuma jiro waana almowta geerida wal hayaata noloshu iyo wal madarada cudurka iyo wasixata caafimaadkuba kullaha dhammaanteed biyadillaahi in ilaahay gacantiisa ku jiraan cid ka murmaysa ma jiro waana wada run walaakin yajibu waxa waajiba oo iyadoo taa aynu aaminsannahay yajibu waxa waajiba an natadakkara inaynu xasuusnaano daa'iman had iyo goor annallaaha ilaahay subxaanahu isaga ammaan leh wa tacaalaa isagaa sareeye yaquulu wuxuu leeyahay walaa tulquu ha isku tuurina biaydiikum gacmihiina ila tahlukati geeri iyo dhimasho idinku haysu geysanina idinku naftiina hadiriina baa ilaahayna amraya wayaquul waxaa kaloo ilaahay leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina halaynina inallaaha oo haysdirina oo naftaada qof uu hadirin inallaaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikum raxiima mid idin naxariista weeyaane idinku naftiina naxariista ha ka qaadin oo idinku haysdirina watadkhiinu haddaba sigaarka cabidiisu qatlun linnafsi waa qofkii uu istilayay asalkiisuba wantixaarun waa iskowrac batiun muddo dheer qunyar socda bati markiiba midiis ma marinayo laakiin marba jirkiisa seliska iyo unugyada khalaayaagu maalinba inbuu dilayaa qofku isagaana istilaya waa iskowrac laakiin raaga kamaa annahu dararun siduu u yahay dhibaato biijmaaci aladibaa inuu dhibaatay waxa isku raacay dhammaan bahda caafimaadka iyo dhakhaatiirta adduunka walcuqalaay dadka caqliga garaad kale oo dhan ayaa isku raacay war rasuulu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam yaquul wuxuu leeyahay laa darara walaa diraar laa darara islaamku ma ogola inuu qofku dhibaato sameeyo
أو عدك بلابو ضرر بالله إلى هذا ولا ضرار دبات فالعلنا وقفوا كتشواب يدبات اللوق يستينا إسلامكم أقول وقد لوحد وحل أركي أن نسبة وفاة المدخنين ترد أما هيرك كوة سيجاري عبك لمشدود تزداد إنه بضطه وآذوا الإنتان بزياد استهلاك السجائر مركي كرديان سيجار عبتانك تدك سيجاركم مركو آذوا بضطبا لمشدود بضطه واعلم بارس لزمي تبقى إيضو لقود رقميه لتقرير منظمة الصحة العالمية واربحنتي سو صارتي أرورك عافماتك الدنيا كوة أي هو إلى هان لما ليوتش أو أي سو صارتي فإن التدخين سيجارك العباء أخطر وباء وعذر كفافة أقوها لسن الدنيا عرفه أوبرتي الجنس البشري بنا آذن كعذر فافة أوبرته وكسيجارك كان كبدا مجرب إلى هذه والوفيات جيريها جيريدا الناتجة تقدرتها عنه سيجارك عبديسة تعد وحل قطريا أكثر الوفيات جيريها وقبضا التي تاسو عرفها وبرتي تاريخ الأوبئة مركل التاريخي عذر هذا فافة أفدا أي سميان جيريدا وقبضا وحكيني سيجارك عبديسة وخصوصا قار أهان وليبا في الدول الفقيرة مركل أجد دولتها فقير كأهدا قالها ير أي آد أي تاسو قبضا تاي حيث ماشى دولتها فقير كأكتليان وتنتشر أي كفافة تنتشر تنشر أي كفديان شركات تبغي شركتها كشقية تبا كذا أي واحد كفديان دعاياتها بروباغاندا ديدا أي هذه قار سوق قليلا سيجار كودا وطبيعي وحنا يكويبيان ويكويبيان دولتها فقير كأسوأ أنواع السجائر وأخطرها سيجار هذا نوعي لي كأوجحهم بيكويبيان iyaka ugu halisan hadana ee ugu sun badan wa fi kulli hada waxa soo dhan waxa ku jira daliilun tilmaan ala khatari tadkhin waxa wada tilmaamayaan qiishinta sigaarku inay halis tahay ala bashariyati bin aadam ko dhan ba halis ku tahay fa hal yudriku ma garan karaan sigaaru shabaab dadka dhalinyarada ee da'da yari bi sifatin khaasa sigaar markan iyaga ula hadalno ayuu ni sheekhu ma yantadiruhum waxa sugeya may garan karaan talo may garan doonaan oo min aqdaarin halisa wa adaraarin dibaatooyina idha ma rasu haday sameeyaan at tadkhina sigaarka cabitaankiisa wa aqdamu alayhi oo ay ku talaabsadaan talo dibaatada wax ma ka garanayaan mise iyagoo yar bay bilaabayaan buur natiijatan likulli ma sabaq markaynu soo xoorino wax allah wixii hore ay aynu soo sheegney fa inal mudakhina ninka sigaarka cabaya yaqtulu nafsuhu isaga naftiisa dilaya bi nafsihi isagu ba istilay cid kale oo imaanaysa ma jirto kama sabata sida sugan ana darar tadkhin dhibaatada sigaarka qiijintu ya tacada wuxuu ku dhaafa al mudakhinin kuwa sigaarka cabaya uu dhaafa anfusuhum gudhooda uu ka taga oo wuxuu dhibaato ku geysta ila baqiyati afraad al mujtama bulshada inta kale ee aan cabin oo amil al mujawirin kuwa kaag dhaw lil mudakhinin kuwa sigaarka cabaya kuwa kaag dhawna ama xaaskiisa ama caruurtiisa ama saaxiibadii ama cid la socdo ama shaqaalaha ay wada shaqeeyaan waxaas oo dhan uu sameynaya cid la kulmaba uu sameynaya fatadkhiinu hadaba sigaarka cabidiisu dararun waa dhibaato mutacaddin faafa oo maaha sidii karka iyo macaanka cudur qofka uu u gaaro maaha waa cudur qofka uu gudbiyo laana dukhaan aqiqa al mutasaacidu ka soo baxa min afwaahi al mudakhini kuwa sigaarka cabay afkooda sigaarka qiiq ka soo boodaya yastashiqbu waxa nuuga oo ku neefsanaya man hawlahum dadka hareerahooda jooga duuna ikhtiyaar minhum iyagoon ikhtiyaar u lahayn ayay si qasaba hawada ay soo daayeen ay qasab u qaadanayaan wal xurriyatu shakhsiyatu xurriyada qofku uu iska leeyahay huna halkan tataarab waxay ka hor imaneysa maca xuquuqil mujtama inuu qofku sigaar cabo haduu xaq u leeyahay buu leeyahay waa marka dadka xurriyadka ka hadlayaan innaga sharciyan inoo banaana gabigiisuba laakiin hadii xurriyadba loo siin lahaa wuxuu ku xadgudbayaa dadkii kale xuquuqday lahaayeen oo caafimaadkooduba khatar ku yahay wa kam min xariiqin imisa dab shabak ka qarxay adduunyada meel bisabab ilmudakhiniin oo kuwa sigaarka cabaa haash ay tuureen adduunyada ay ku ololiyeen oo wakaanada ay noqotay
أضراره دبات ديسو شرسيمة تنمد بلارن أو أمضتنا قرافتي أو خسارة جيستي ينفقوا وحي كوب بحيان المدخنون كوا سيجار كعباء أموالا كثيرة حورفة لبضن على السجائر سيجار كعبيان ولا يأخذون منقعتان مقابل ذلك حولها أي بحيين وحي أسوه إذا تمتروا إلا ضررا دباتهم بيقاتان وخسارة خسارهم بيقاتان وحفائدة أما قاران وقد وجد وحل هلي أن ما ينفقه حلعقت أي كوب بحيان 60 مليون مدخن 60 مليون أو سيجارية عبا أو من في أمريكا ذلك أمريكا ككوندول يكلف واحد كوبها 4 مليارات دولار في العام واحد بحيان أفر مليار أو دولار وأفر كون أو مليون أو دولار بحيان سنتك وتستاد واحد سيبة ده المصيبة بلاية ده سيويناته عندما يكون مركيهين المدخنون كوب السجارية عبكيه هذا كذا شان من الأسر الفقيرة قويسك أن رجاله هيسن هذا كذا شان مصيبة ويسيبة ضتها مهاي علي التي تستهلكوا قويسك سو أي عنتو أو أي باب إسو السجائر سجائر كالعبية أكثر دخلها رجالها صو قال أنتي بدنيد سجائر بكو بابا الله فتتركوا هذه الأسرة وهذه الأسرة وحيسك داين قويسك هذه الأشياء الضرورية وحيابه لما هران كها عنتدي يا عبدي يا هوجي يا دودي يا تعلنت وحكي كبرين بدبني اسك الدايان وحكي كل سجار بكو عبيان وصلت كي نوجي سجار كمانت وتشتري السجائر وحي يفسدان وكلية سجارك وصل إلى قاربين تبيها عبان قات كمرك يروح شو قام قات كون عنا اسك بدأ إلى كمان راجع كرينا وفي هذا كاو حكوا شراء إضاعة بابين للمال هنتدي بالبابي وقد نهى الإسلام إسلام هو ديري الإنسان قف هو ديري عن إضاعة المال إنه حولها بيلهيو فيما لا فائدة فيه شيئا وكبا بينيا كل هذا فائدة لهين إسلام كوما وقلا لكل هذه الأسباب مركز صوبها صورا كهذا يو غيرها كوا كلبا جاء وحي يمد الدين الإسلامي دين إسلام وحي لاتمد بالنهي ديد مقيحا وأي ديد مهي عن التدخين إن سيجار لقيتي أو لعبه وتحريمه وأنا حرام يسي أو مبنانا لأنه بهذه صفة مركز أنه تلمان تاقى أنه لا يكون من الطيبات كما من هوحي وناكسنا التي تاسو أحلت أيو بني سيدين تإسلامك لبني آدم بني آدم كوحي حراشة هاي أيو وناكسنا أيو بني سيد كمتشرو سفقلو وناكسن بمالي سفر دباتامو يعني بل هو من الخبائث وحكم دي وحيابه حما التي وحيابه حما حرمت عليهم لقى حرامي قال الله تعالى إلهي وحولي سبحانه وتعالى أنكو سوق بقبيننا ويحل لهم الطيبات وحي إلهي أبني وحي وناكسنا إيه النفق له إيه أما قفق نفق إيه أنفع له إيه وحتر له أما حق عافمات أما حق اسمه تركيسا أنفع وحي له ويحرم عليهم الخبائث وحي إلهي كحرامي وحكستو أوحن أو وحي الله له أو وحتر لحين والله أعلم بالسواب وبالله توفيق.